مسيو غورمي نهار الاحد همبرجر نهار الاحد مش عاطله اذا همبرجر طيب بغير شكل احد واثنين وثلاثه كل يوم وبعدين هلا الهمبرجر صار فيه كثير ديريفي يعني صار فيه همبرجر مع صوص شامبينيون همبرجر مع باربيكيو صوص يعني الصوصات صارت بتعملها وكل الاكسسوار صار كمان عم يعملها طبقتين كل مره صحيح الهمبرجر هو سوق كثير كبير سو صار فيه تنوع واكيد الديموكراتيزاسيون اللي كانت موجوده بالاساس بعدها موجوده ولكن هلا صرنا نلاقي كمان مطبوخ من بيك شيفس وصار عنده اوقات نعطيك ارستقراطيه فالهامبرجر مش عم بيغير عنده حط من وقت لوقت بيكون لابس سجين واوقات بيجي بحط سموكينج عم بفرق بونجور بونجور فينا نعمل ادمان على الهامبرجر كمان كله معقول كله معقول بتقول انه مره هامبرجر بالجمعه ماشي الحال بعدين بتقول بس يمكن اليوم مثاقبه انه في هامبرجر طيب ويمكن بكره بلكي تزبط كمان قاعده هيك غير شكل وفي صحن همبرجر صحيح الهامبرجر صار اكستريملي بوبولار بكل العالم الجمعة الماضية بالفكرة الماضية حكينا عن الهوت دوغ كمان ات واز سكسسفول صار العالم بعثت لي مساجات فيسبوك وتليفونات اصحابي وات ايفر ات واز سكسسفول بفتكر انه في هالحشرية مثل ما كانت نسبة للهوت دوغ موجودة اليوم نسبة للهامبرجر لازم ناكل هوت دوغ اما هامبرجر ايه اما لا في هامبرجر صحي؟ اكيد في هامبرجر صحي هلا مش معمول بالبيت؟ قادر ما يكون هيدي زركتك فيها شفتي اخذت معي الثانيه مشان نجاوب اي معقول ناكل هامبرجر صحي مش بالبيت ولكن اكيد لازم نعرف وين عم ناكله وليه وكيف مصنعينه باي لحمه وات ايفر بس حتى هون عم نوصل شوي للنهايه وللنتيجه حتى الاندستريال هامبرجر اللي يمكن منه دائما كثير صحي بس اذا ما بنكثر منه ما في مشكله انه ناكله طيب نحن قاعدين على طول ناخذ هيستوريك ناخذ الهيستوريك نبلش بالهيستوريك هيستوريك تبع الهامبرجر المينس ميت اللحم المفرومه بنكلها من لوف السنين من 4000 5000 سنه كنا ناكل مينس ميت كنا ناكلهم مينلي كسوسج وشفنا انه هالشيء حكينا عنه الجمعه الماضيه نسبه للجيوش لنفترض كان هين من شانهم ياخذوا سوسجز اللي معقوله بعدين قبل شيء من شان يحتفظوا فيها هين من شان بعدين يقصوا الشقف يعطوا لكل جندي حصلوا كمان هالشيء هين ولكن نسبه للهامبرجر اخذت شويه وقت اكثر بنشوف انه الهامبرجر الهامبرجر اللي المينس ميت اللي نحن بنعرفها ببلش نسبة لنا تاريخها بالسنة 1200 تقريبا 1150 ايام جنجيز خان بمونغوليا اللي كان جيوشه لما كانت تسافر كان لازم تاكل اكيد كان لازم تاكل ياكلوا لحمة كانوا عايزين بروتين بيقولوا انه تقريبا كانوا ياكلوا لحم حصان بيقولوا تقريبا انه حصان كان يكفي من شان يطعمي 100 جندي كل يوم سو كان عندهم احسن زيادة اكيد يمشوا معهم وكل يوم كانوا ياكلوا اكس حسنه من شان ياكلوا بلشت المينس ميت لانه اللي كانوا بعد ما ياكلوا الحصان يوزعوا لكل جندي شقفه لحمه الجندي كان يحطوا تحت كرسته على الحصان تحت السل وهيدي هو وعم بي هن وعم بي عم بيسافروا هن وعم بيتنقلوا هاللحمه شوي على شوي كانت تنمعس تنفرم وعلى الحماوه كانت كمان تنطبخ فهيدي هون بلشت اول تريس من المينس ميت اللي نحن اليوم بنلاقيها بالمطعم بوجه بيتنا هون بلشت فعلا المينس ميت بعدين بعد بال 1200 وشي ابنه لجنجيز خان لما جوشه فاتوا على موسكو بلشوا اكيد ما كان في بقى مشكله تنقل ولكن بما انه كانوا احبوا كانوا حابين هاللحمه هون بلشوا ياكلوا اللحم المفرومة اللي هي الستيك تارتار علما انه تارتار هن كان هالشعوب تبع المونغوليا لكل هالمنطقة هون بلشت ستيك تارتار بال 1200 وشي بموسكو من جوشو لابن ابنه لجنجيز خان منشان نوصل للهامبرجر اللي نحن اليوم نعرفه علما انه الهامبرجر هي بتعني شغلتين بتعني اما اللحمة اللي نحن بنلاقيها بصحننا اما هي الساندويتش اللي فيه جواتها اللحمه اللي هو هامبرجر لما بنقول هامبرجر يعني اما اللحمه اما كل الساندويتش فمنشان نوصل للهامبرجر ساندويتش اللي نحن بنعرفه صار شيء كمان ثاني
اللي هي بال 1750 تقريبا في أريستوكرات انجليزي كان حب يلعب يحب يلعب ورق وحب ياكل كمان مشان ما يوسخ ايديه اخترع الساندويتش معناتها كانوا يجيبوا له الاكل بين خبزتين وياكل هالساندويتش بدون ما ما يوسخ ما كان فيها كثير صوص بس الهيئه الهيئه ما كان فيها كثير صوص مش طيبه ما بنعرف ما بنعرف لازم نساله ما بنعرف وبعدين في شيء كثير مهم منشان المينس ميت انه بالاساس المينس ميت كانوا مثل الستيك تارتار كانوا يقصوها بالسكينه تاخذ كثير وقت منشان يكون في كل هالديموكراتيزيشن والبوبولاريتي اكيد كان لازم يكون في شيء ثاني بالتكنولوجيا انه يعملوا مينسر ميت مينسر يعني ما كانت تقدر تفرم اللحمه وهالشيء صار بال 1800 تقريبا من مهندس الماني اللي اخترع اول ميت مينسر اللي بعدين سمحت انه نقدر نصنع كميه لحمه مفرومه اكبر ونوصل للهامبرجر اللي بنعرفه بس هون كان بعد ما اسمه هامبرجر هون بعد ما كان اسمه هامبرجر فعلا بيصير اسمه هامبرجر لما كان الهامبرجر اذا بدنا من ايام التارتار المونغول واتيفر بشرق اسيا صار راح للسنترال ايجيا مع الالمان اند كل بوبوليشن هونيك شوي شوي انتقلت مع السنين ولما صاروا الاوروبي عم بيهاجروا على امريكا من 200 سنه تقريبا كانوا يهاجروا اكثر شيء من منطقه من البور امبرغ بالمانيا هذا كان اكبر بور بشمال يوروب كانوا يروحوا مينلي على نيويورك سو هل الاوروبي اللي سافروا ولقوا حالهم بنيويورك كان بدهم ياكلوا نفس الشيء اللي كانوا ياكلوه بامبرغ اما باخر بار انطلقوا منه ومن هون كان طلع هامبرجر يعني فروم هامبرغ مش معناتها هالاكل اخترعوها بهامبرغ ولكن اخر نقطه هن اخر مره شافوا الصحن كان بهامبرغ اكزاكتلي سو هون بلش الهامبرجر الهامبرجر بالاساس بتعرف انه هام لا فالناس بيفصلوا بيقولوا هامبرجر يس لا بالصوت هي ثابت لانه هامبرج اكزاكتلي هون بهالنقطه هي فعلا امبرغ من مدينه امبرغ ما عندها علاقه مع الهام حتى اذا ببلشوا بنفس السيلاب سو بامريكا انتشرت الهامبرجر علما انه اكيد ما كانت بعدها بالفورم اللي نحن بنعرفها اليوم كانت الهامبرجر كانت لحمه مفرومه كانت لحمه اوقات يزيدوا لها سبايسز يزيدوا لها بصل يزيدوا لها شيء ثاني وكل اوقات ياكلوها كمان مع بيض وكل مطعم كان يعملها بطريقه ثانيه وصارت مور اند مور بوبولار بس البوبولاريتي اللي الانتشار اللي سمح لها انه تصير الادويه هي فعلا لما حطوها بين خبزتين هون الخبزتين كانت نيسيسيتي بيقولوا انه من 120 سنه تقريبا كان في بلشوا يبيعوها على الطريق ولكن المبيع كان كثير خفيف لان ما كانت العالم بدها تاكل على الطريق بنفس المكان اللي كانت عم تنبيع سو الشخص اللي بلش التاجر اللي بلش يبيعها اجته الفكره انه يحطها بين خبزتين ومن هون بلش ينتشر الهامبرجر اللي نحن بنعرفه صرنا مع الوقت صاروا يحطوا له اوقات جبنه صاروا يحطوا له بندوره صاروا يحطوا له اونيون شوي على شوي في عده فيزز والفيزز هي بتيجي من عده مطارح وبلاد حسب كمان. الكويزين يعني كمان. حسب الكويزين يعني نحن اليوم الهامبرجر نسبه للهامبرجر بيعني كمان كاتشب فبالاساس الهامبرجر اكيد ما كان يتاكل مع كاتشب ولكن لما طلع الكاتشب لما هاينز اخترع اول كاتشب بعد شوي صاروا يتطبقوا مع بعضهم اليوم بقى نقدر ناكل هامبرجر اذا بدنا بدون كاتشب مبدئيا بس هلا كمان في كثير كويزين صاروا يعني بيعتبر رفيني اكثر فبصير في صوصات مختلفه مع العلاقه بالكاتشب صحيح عم بقول اذا بدنا الكاتشب اللي بناكله بالفاست فود هو فعلا اكثريه الاوقات مع الكاتشب من في ثلاثه صوص اذا بدنا الموتار الكاتشب والمايونيز اللي اكثر شيء منتشرين مع الهامبرجر هلو ثلاثه اساسيه واكيد في الخبز سو هيدا خلى انه هالهامبرجر شوي شوي ينتشر صار شيء كمان ثاني انه بال 1935 هيك شيء في مطعم شايف انه هالايتم كثير سكسسفول
وبلش يفتح عدة مطاعم بنفس المنطقة وبلش ينتشر بكل أمريكا. هون بيقطع الحرب، نوصل لل 45 أما لل 50. في اسم كلنا بنعرفه، ما رح نقول مين هو، بلش بماك وبيخلص بالد. ببلشوا فعلا بيفتحوا مطاعم. بهالمطاعم شافوا انه تقريبا كل المبيع، تقريبا 80% من مبيعهم، يعني كان في منيو كامل 80% من مبيعهم كان بالهامبرجر، وشوي على شوي قاموا كل شيء وخلوا الهامبرجر. من هون صار في سيستم فرانشايز. صار هل اخترعوا هالشركة اخترعت كمان مكانات سبيسيفيكلي منشان يقلوا البطاطا، منشان الجريلات، منشان كل شيء بلش يخترعوا ووسعوا هالمطاعم بمش بأمريكا بأول فترة، وبعدين بالسبعينات وصلوا ليوروب لغير بلاد بالعالم. يوم نعرف شو قوة الفرانشايز تبع هالماركة وتبع غير ماركت. هيدي الهامبرجر الجنك، بس في هامبرجر ارتيزانال ويعني بالكوزين الرافينيه العاديه. انا بقول اكيد نحن اليوم اذا بدنا الهامبرجر از مينس ميت. هلا ليه مينس ميت؟ ليه ناكل مينس ميت، لحمه مفرومه؟ اذا بدنا ناكل فيلي، قبل كل شيء الفيلي كل يوم عنده طعمه، لان هالشقفة من هالحيوان مش هي الشقفة اللي رح ناكلها بكره من حيوان تاني. ما بنعرف وزنها معقول يغير، ما بنعرف قد فيها فات، يعني كل يوم معقول يتغير من طعمته لكل شيء. سو كان في نيدز فيري سبيسيفيك منشان يكون في شيء يونيفورم. احنا ناكل كل يوم نفس الطعمه بنفس الطريقه، نفس الكوكينج تايم، منشان ما واحد يشغل راسه انه هيدي الفيليه هلا صارت ويل دون ايه اما لا. يعني كل هيدا بيوصلنا لسرعه معينه، بدنا نعرف جوا قد ايه في فات، قد ايه في ليبيد، قد ايه في بروتين، بدنا نعرف كل شيء، بده يكون في وزن معين منشان نقدر نبيعه بسعر معين. فهيدا وصلنا ل ستاندرديزيشن كثير عالي. الستاندرديزيشن اكيد ما بتسمح لنا المستهلكين اخر مستهلك بالتشين نعرف بالضبط شو فيها، بس عاده اذا عم ناكل بتشين بحترم حالها مع براند مهم يمكن ما يكون اغلى شقفه لحمه اكيد، بس نعرف انه تقريبا في شيء مش مفروض تضر كثير مبدئيا. هلا هون صار في كمان شفناه جمعة الماضي بالهوت دوغ بالشيكن، في كمان اوقات في نسبة للميت، في عنا الميت اللي هي شقفة ميت نحن بنفرمها، في عنا ميت ميكانيكلي اكستراكتد. ميكانيكلي اكستراكتد نسبة للدجاج هو شيء تأثير، يعني بياخذوا دجاجة بيكبوها كلها مثل ما هي، ما بعد ما يمولها كل شيء عنده قيمة بيفرموها، نحن بنلاقيها از كايند اوف بيست بنلاقيها بعدين بالهوت دوغ مخلوطة مع شيء ثاني. نفس الشيء في ميت ميكانيكلي اكستراكتد كمان بالبرجر، بالبيف برجر، بالهامبرجر معقول نلاقيها، ما بيكون فيها نسبة إدعام عدم كتير قوية، بس كمان في أورغان نحن ما نعرف بالضبط شو هني. هون كمان صار في سكاندال كبير بأمريكا، لأن هاللحمة عادة فيها معقول يكون فيها بكتيري، معقول يكون فيها شيء بيضر. سو في بروسس بينعمل مع الأمونياك، مع نيترات دامونيوم، بيحطوا له أمونياك تقريبا منشان يطهروا هاللحمة اللي بعدين بيفرموها كلها سوا، بتصير بيست، بينك بيست، وبيخلطوها مع لحمة تانية، وبعدين نحن منلاقيها فعلا بالساندويتش تبعنا. هيدا يمكن شيء مش كتير حلو، معناتها أنه صحيا نحن يمكن مش أكيدين، يمكن ما نندار إذا عم ناكل شيء انتهر بالأمونياك، بس أكيد وأكيد ما بيبين أنه الأمونياك هو بالإنجريدينتس، لأن الأمونياك هو ما بيستعمل بالبروسيس منشان ينطفوا اللحمة، ما حنا رح يكتب أنه عم ناكل أمونياك، ولكن فعلا معقول نلاقي أمونياك بالبرجر تبعنا. سو هذا الشيء شيء كثير مهم، معناتها نحن عم نروح بمكان اوقات مش عارفين شو في وراء، بس ما بنقدر نقول انه هالشيء جاي هيك وهالبيج اندستريز عم بدهم بس بهمهم يعملوا بروفيتس وهن قوية وبيعطونا حيال لشيء. بالاخير نحن
نحن لما بنروح عم نشتري همبرجر حو 1500 ليره ما 2000 ليره نحن عم نطلب هالشيء. يعني مش معقول بيعونا همبرجر ب 1500 ليره مع شقفه لحمه كبيره ومع الخبزه ومع البندوره وكل شيء فيها ومع الاجار ومع المصفين ومع الكهرباء خاصه بلبنان. اذا بالاخير عم ناخذ احسن شقفه لحمه. سو هالشيء نحن عم نطلبه ونحن ما لازم نطلب يكون في ثوره لان بهالهامبرجر في شيء اكيد مش طيب. يعني اذا اخذنا شقفه لحمه اكيدين منها ونحن هرمناها او خليناها تنهرم قدامنا وعملنا فيها برجر بطل اسمها همبرجر؟ لا بضم اسمها همبرجر. هون نحن بنكون محافظين ماكسيموم على الكواليتي، هذا الشيء كثير مهم. بس انا قصدي اقول يمكن يكون في همبرجر عم نشتريه ب 3000 ليره اللي هو يمكن مش معروف بالضبط شو الاوريجين، يكون يعني ما بنعرف، بنعرف انه هيدا اللحام اللي عملها عم بيعملها بطريقه مضبوطه يكون كثير طيب. يمكن يكون في عنا انجوس بيف، الانجوس بيف بتعطي انه هيدا بيف كثير مهم وعم ندفع حقه 12000 ليره، بس الانجوس بيف بالاخير معمول يعني عم نستعمل ميت ميكانيكلي اكستراكتد من انجوس بيف، معناتها عم ناخذ الارخص شيء بالانجوس بيف ومش لان صار اسمه انجوس بيف يعني هلا لازم ندفع حقه 12000 ليره اما اوقات 25000 ليره. بالاخير اللي كثير مهم نحن نعرف السورس تبعنا، مع مين عم نشتغل، مع مين عم نشتري، بعدين حسب شو هن الكوكينج بريبريشن، هل المطعم هيدا نظيف مش نظيف، شو عم بيحط لنا موتار، من وين جاي الموتار، شو الكاتشب، الخبزه المفروض الانجريدينتس تبع الخبز المفروض يكون شيء كثير كثير بسيط، ولكن اوقات لما نطلع بالفاست فود انترناشونال فاست فود نطلع ليست اوف انجريدينتس تبع الخبز اوقات عندهم 30 40 انجريدينتس للحفاظ عليها ومن شان نحن لما نشوف الخبزه بتضل تبين كانه طازه دائما شكلها وحلوه ومرتبه وسخنه وجديده كانه اكزاكتلي وفلافي فنحن بدنا هالشيء من جهه، ومن جهه ثانيه بنقول حطوا لنا فيها 30 انجريدينتس للخبزه. فبالاخير نحن عم نقرر، نحن عم نروح بهالاتجاه، وما بنقدر نقول انه هالعالم اللي عم بيبيعونا هالخبزه اما الهامبرجر هن ما بيسوا لان عم بيعطونا عم بيغشونا. نحن بدنا هالشيء ونحن بنقرر اذا بدنا فعلا ناكله أم لا، هذا شيء اساسي. بس احنا قادرين نعرف يعني من النتيجه قادرين نعرف شو السورس تبع هالبرودكت اللي عم ناخده؟ هذا فعلا كثير صعب. صعب يعني خاصة بهالنوع من الأكل. صحيح كثير صعب لأن مزبوط إذا بنقرا الليست أوف إنجريدينتس رح نشوف إنه منشان نفهمهم، أنا بكل صراحة ما بقدر أفهمهم، يعني في إنجريدينتس ما بعرف حتى شو هن، لازم واحد يكون كيميكال إنجينير ليفهم شو هن هالإنجريدينتس، المفروض إنه مش للجميع، ولكن لما نبلش نشوف إنه فيها الكونسرفاتيف إي 422 بس هي وين بدنا نلاقيها؟ بالانترناشونال تشينز هذا كله موجود. لما عم نشتغل مع اللوكل تشين اما اللوكل سبلاير اللي حتى هو عم يعني بيجيبهم من عند خباز ما بنعرف مين هو وهذاك الخباز عم بيستعملهم، نحن هون بضيع كل هالتراس وببقى نعرف شو عم ناكل. هيدا الشيء بيوصلنا انه نحن بدنا كواليتي، الكواليتي اوقات عندها سعر بس مش لان نحن عم ندفع غالي معناتها يعني عم ناكل منيح. اكيد عم ناكل منيح. والكيز على الانجوس بيف از يعني هو از منيح، نعرف نقيها بس بتضل اكله شعبيه طيبه فيها تحل اوقات محل اي شيء ثاني. يعني فيك تفوت تكون محتار بتروح على الهامبرجر، فيك تفوت تكون ما عجبك الاكل بتروح على الهامبرجر. يعني صحيح الهامبرجر هي دائما هيك وسيله لحتى تكون عم تستمتع بغداك او بعشيك او باي ميل عم تاكل. صحيح الفكره هي انه على كل حال شو ما اكلنا هالهامبرجر حتى از هامبرجر من كواليتي لنقول بسيطه اما من مطرح يمكن منه كثير كثير كنترول، طالما نحن ما بنكتر منه مثل كل شيء ثاني مثل حال شيء ثاني بيمشي الحال. بس بدنا ناكل كل يوم همبرجر اما كل جمعه مرتين ثلاثه لا، عن جد لازم نقرا الليبلز، لازم نفهم شو عم ناكل. ميرسي ميشيل فرنيني، ميرسي ميرسي غورمي، بون ديمانش كمان للمشاهدين وبرفقتنا بعد هالوقت.